الشعبية المطالب بالتغيير في المشهد السياسي والرافض لكل محاولات التفاوض مع هيئة رسمية للخروج من الأزمة، فهل ستفضي هذه المطالب إلى استجابة؟ وما هو الحل حسب السند التشريعي؟ نتابع هذا التقرير. يرفع المحتجون في كل حراك شعبي شعارات تطالب بتغيير شامل للنظام، مطالب ترفض تماما أي تفاوض. التغيير الكامل، الرحيل الكامل لهذا السلطه او الاوجه تاع السلطه اللي هي اللي وصلتنا لهذا الشيء. تغيير شامل، تغيير هادئ، تغيير يمشي بسلاسه، لانه دائما كي نشوفوا هنا نقولوا بلي تغيير شامل يقول لك راح تخلي فراغ، مش راح تخلي فراغ، راح نمشوا بشويه بشويه، نشوفوا الامور بشويه بشويه. شعارات يصفها مختصون في القانون الدستوري على انها مطالب شعبيه سياسيه وليست قانونيه، فما هو السند الصحيح لهذه المطالب؟ كي تقول لي لو سيستيم راهو اوسع جدا عن لو ريجيم باللغه الفرنسيه، تعني تنحي منه، تنحي النظام العسكري لانستيتيوشن ميليتير، تنحي النظام تاع الشرطه، تنحي تمسي تاني حتى لو كولت، حتى الدين تمسيها، تنحي دونك كاع هاد الاشياء. انا نظن باللي هنا نروحو كي تقولي هكذا تروحي الى انهيار الدوله، باسكو تنحي كاع المؤسسات. تحاوروا مع اولا رئيس الجمهوريه ولا ماهوش مريض، ولا ماشي مع رئيس الجمهوريه، الناس اللي يمثلوا هاد الرئيس يمثلوا هاد السلطه الفعليه. مطالب الحراك من رفض التمديد والتاجيل الى التغيير الجذري للنظام ليفضي حسب متابعين الى طريق مسدوده، فالتمسك بخيار الحوار الوطني مع السلطه قد يكشف عن خارطه طريق تضمن انتقالا ديمقراطيا سلس مستقبلا.